هذه مزرعة آل عثمان في أبها، طبعا مزرعة ورد أو بالأصح ورد طائفي مزروع هنا في أبها. طبعا مزرعة كبيرة تحتوي على مناطق للتنزه، جلسات زي ما تشوفوا، وما شاء الله تبارك الله المزرعة كبيرة. طبعا لكن ما شاء الله تبارك الله الجو يساعد ان الواحد يجي ويزورها. صراحة منظر الورود فيها جميل، صراحة مبهج، تستحق المشوار. من التجربة النصيحة ان الواحد يجي، يعني ممكن العصر اتوقع جدا الناس بيكون الجو صار ألطف من كذا، الشمس ابرد، مع انه الان الشمس ما هي حارة. و أتمنى لكم كل التوفيق. لا لا، قصوا بيس هنا حديدي ترى.
طبعا هذا الورد الطائفي سوي كده سوي كده
طبعا هذا المعمل وجزاهم الله خير رضي يخلوني اصور المعمل زي ما شفنا اول في الفيديو انه لانه مو موسم الان فواقف ما في شيء لكن حبيت اصور لكم بس المعمل هذا برشومي بعد ما تقشر طبعا الايام هذه اظنها موسم البرشومي ما شاء الله ينباع في كل مكان في شوارع ابها موجود وخميس مشيت طبعا لذيذ ما شاء الله تبارك الله